بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي خالد غسان. جات لنا دعوه النهارده ان احنا نصور تبع حمله مرشد سياحي تبع وزاره السياحه ان احنا ننشط السياحه. فجينا صورنا وكان في كاميرات كتير وكلمات كاميرات عالميه. انا بس حابب اقول ان السياحه بخير ومصر لسه بخير، لازم نيجي نشوف الاهرامات ونشوف ابو الهول والدنيا حلوه اهي، يعني في حصينه وفي جمله واحنا تحت الاهرامات الثلاثه، يعني خوف وجعفر ومنتجع والجو جميل يعني، والدنيا بديعه زي ما قالت الفنانه الجميله سعاد حسني. فلازم نيجي ننشط سياحه ونقول لاصحابنا، يعني لو في حمله هنعملها يعني لو كل واحد يجيب خمسه، كل واحد يجيب خمسه بس من اصحابه ويجي حتى لو يوم واحد في الشهر، دي حمله كويسه جدا. وانا اسمي خالد غسان، حابب ادعي الشعب المصري ان هم يعملوا لايك للبيج بتاعتي اسمها خالد غسان فوتوغرافي. وفي اوفر حلو وبس لازم يعني وكلنا مع الشعب اللي بقى وانتوا عاملين ايه بس، واديك شايفينه اهو، وشكرا.